قال رئيس حزب تحالف الشعب مسعود البلخير إن موريتانيا تعيش مأزقا خطيرا نتيجة سياسات الرئيس محمد العبد العزيز. وأضاف البلخير خلال مهرجان شعبي نظمه حزبه أمس في نواكشوط أن مبادرته للحوار تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية لإخراج موريتانيا من أزماتها المتلاحقة على حد تعبيره. هذا من الظلم كافي منه، وهذا من القبنة كافي منه، وهذا من الزهزي بمشاعر الفقراء والمساكين والمستضعفين كافي منه. إذا هذا اللي موحول فيه من شيء ما يخدم بناء للوطن، بناء لأسس قابلة للاستمرارية وقابلة للبقاء، هذا من الظلم كافي منه. مسعود اللي يتحرى منه بالمشعل النار هو موريتاني، وراني قايلكم هذا بعد هو اللي حاصل اليوم إماما مني فالله تبارك وتعالى جاد علي يبني لنعود نهقب موريتاني المسالم اليوم الواسع. إذن إذا عدت قلت الفوق ما هو تحت، بني هذا ما لا يجرني لوش، ما هو لا يجرني لوش به اللي ظلم،